لن يربعنا العذاب والبطش نحن شعب عنيد وإذا ما الفتك زاد والهتك زاد عسما نزيد لازمنا السلمية والسلمية ليست هوانا فكمال السلمية أن تنبت في النار الورود أبناء الفداء إنا قالتها الدماء عنا الحسم تقرر أن نتحرر كيف يكون ستعجزون ولن نعجز ستسقطون ولن نهتز ستعجزون ولن نعجز ستسقطون ولن نهتز لن يرقعنا العذاب والبطش نحن شعب عنيد وإذا ما الفتك زاد والهتك زاد عسما نزيد لازمنا السلمية والسلمية ليست هوانا فكمال السلمية أن تنبت في النار الورود أبناء الفداء إنا قالتها الدماء عنا الحسم تقرر أن نتحرر كيف يكون ستعجزون ولن نعجز ستسقطون ولن نهتز